على مدار حياته وهب الدكتور الراحل مصطفى محمود علمه لخدمة المواطنين، وبعد وفاته واصلت الجمعية التي أسسها هذا النهج من حيث تقديم الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات في شتى المجالات الصحية. وتزامنا مع الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الراحل، كشف الستار عن اكتمال الهيكل الخرساني لمشروع المجمع الطبي الجديد في مدينة 6 أكتوبر، والذي كان يحلم بإنشائه لخدمة العاملين بالمصانع والشركات وكذلك قاطن المنطقة. النهاردة في احتفال، أنا في رأيي هو نفسه حاسس بينا أكيد الله يرحمه، لأن هو كان بيحلم بتحقيق الحلم ده، إن تتبني المستشفى ويتبني الجامعة ويبتدوا فعلا إن هو يخدم كل المقيمين في المنطقة. المجمع ده كان حلم الدكتور مصطفى وفكر فيه من أكتر من 25 سنة، وللأسف ما قدرش يعمله لأسباب كثيرة جدا، والحمد لله قدرنا يعني بمساعدة ناس كتيرة ذو الفضل إن احنا ناخد الأرض ونبنيها ونصل لمرحلة معينة الحمد لله، زي ما انتم شايفين هنبتدي نخش على التشطيبات قريب بإذن الله. مجمع مصطفى محمود الطبي يضم إنشاء مستشفى كبير به جميع التخصصات الطبية والخدمات الصحية والتدخلات الجراحية بأعلى معايير جودة الخدمة الطبية، بالإضافة لإنشاء مسجد كبير على مساحة 700 متر يضم 4 أدوار، مصلى للرجال ومصلى للسيدات وعدد 2 دار مناسبات. إن شاء الله بإذن الله تعالى الخطة الدعوية الموضوعة من قبل الجمعية، وبيكون الكلام ده بيتعاون مع وزارة الأوقاف، إنه إن شاء الله بإذن الله تعالى يبقى صرح ومنارة سواء في الخطب أو في إلقاء الدروس الدينية بعد إن شاء الله بإذن الله تعالى ما يسمح بعودتها بعد انتهاء جائحة كورونا. المتوقع إن شاء الله إن المستشفى دي تكون بنسبة مجانية بنسبة عالية جدا لمساعدة جميع التخصصات الطبية وجميع أنواع الأمراض اللي موجودة، ومساعدة جميع فئات المجتمع فيها من أول يعني من أول أقل حاجة أبتو إن إحنا المجاني لأعلى ليفل ممكن تتخيله في الأدوية والعلاج، حتى إن شاء الله بإذن الله ممكن ندخل فيها حاجة قسم الأورام يبقى مختص برضو بعلاج الأورام والأمراض السرطانية. فكرة الجمعية بدأت عام 1975 بالمسجد الجامع ليجمع كل ما يحتاجه الإنسان في حياته من خدمات صحية وخدمة اجتماعية وثقافية، ومنذ ذلك الحين استمرت الجمعية في تقديم خدماتها خاصة في النشاط الطبي المتميز مع التطوير والتجديد والاتساع، حتى أصبح لها مستشفى متخصص ومتكامل، ليأتي هذا المجمع الجديد ضمن حلقات سلسلة الأعمال الخيرية التي تقوم بها على مدار عشرات السنوات السابقة.